ما أعز من الولد إلا ولد الولد مقولة شعبية شهيرة ولكنها حقيقة علمية. فالأجداد لديهم ارتباط عاطفي بالأحفاد أكثر من الأبناء، ولإثبات ذلك قام باحثون بدراسة كيفية تفاعل دماغ الأجداد مع صور أحفادهم مقارنة بأبنائهم، حيث لوحظ نشاط في مناطق الدماغ المرتبطة بالتعاطف عند رؤية صور الأحفاد خاصة لدى الجدات. فإذا كان الحفيد مبتسماً وسعيداً سيشعر الجد بالفرح، أما إذا كان حزيناً فسيشعر الجد بالضيق والحزن. وعلى عكس ذلك فقد لوحظ نشاط أقوى في منطقة التعاطف المعرفي فقط عند رؤية صور الأبناء. وقد أرجع الباحثون عاطفة الأجداد اتجاه الأحفاد إلى عدة عوامل، منها أن الأجداد قد يكونون أكثر هدوءاً وأقل انشغالاً مقارنة بفترة تربيتهم لأبنائهم، كما أن مسؤولية الأجداد تكون أقل تجاه الأحفاد مقارنة بمسؤوليتهم ودورهم مع الأبناء، ما يجعلهم يستمتعون مع أحفادهم ويقضون الوقت معهم دون ضغوط التربية اليومية. وأنتم أخبرونا، هل تتفقون مع هذه المقولة الشهيرة؟